اختتمت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة بحضور عدد كبير من الجماهير، وتم توزيع الجوائز للأعمال الفائزة الخاصة بالأفلام الطويلة والقصيرة ولمسابقة الفيلم المصري وجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورو متوسطي وأفلام ذات أثر وأخيرا جائزة أفلام الورش. ويأتي المهرجان تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان وهيئة تنشيط السياحة وعدد من الجهات المختلفة، وبمشاركة 76 فيلما ضمن مختلف برامج المهرجان من أكثر من دولة حول العالم. واختارت إدارة المهرجان دولة تونس كضيفة شرف المهرجان، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والصورة في تونس. سعيدة جدا بمشاركتي في مهرجان أسوان للمرأة، هو مهرجان مهم جدا للنساء عموما في العالم العربي، لأنه بيحفزهم أنه ينشروا ثقافتهم، وبرضه بيشجعهم على أنه المرأة ممكن تلقى مكان في أي مجال. يعني كاتبة ومخرجة الفيلم التسجيلي الطويل 50 متر، وهو في مراحل النهائية من المونتاج دلوقتي، شغال عليه بقالي تقريبا 4 سنين، وكنت قدمت على الجائزة اللي بتخصها السفارة الأمريكية بالتعاون مع مهرجان أسوان لسينما المرأة. والحقيقة كنت محظوظة أن أنا الأول أبقى في الشورت ليست، وبعد الانترفيو كمان يتم اختياري ضمن مجموعة من صناعات الأفلام المميزات. والحقيقة هنبقى محظوظين أكتر لما هنحصل على الجائزة الخاصة بالسفر لمدة أسبوع في ولاية كاليفورنيا في أمريكا. أنا بتسلم الجائزة نيابة عن كوثر بن هنية لفيلم بنات ألفا، فأنا فرحانة أنه كوثر وفيلمها ناجحين واخذين الجوائز، والجائزة ألف مبروك الكوثر وألف مبروك لتونس. المسابقة الأولى كانت مسابقة أفلام الورش اللي هي فاز فيها فيلم تعيش أنت، والمسابقة الثانية ما حلفناش الحظ بس الحمد لله يعني ذات أثر. أنا مبسوطة جدا جدا إن الفيلم اللي أنا اشتركت فيه فيلم العجلة أنا هو كسب في ورش المهرجان. We'll be right back.